واش شتي رقيه؟ لو كان مشيتي مع الراجل لفرنسا، كون راه الدريه تاهي فرنسا، وكون رجعت فيا الدري والدري تا هو جر خوه. قالوا لك على البنت عندي تراكتور؟ على مسبت هذيك البنت ما مشيتش مع قاسم، كان ديك الساعات عندها غير 17 عام، ما قيدوهاش ليا في الفراق. وخوتي تنقصوا لها تاتوما 3 سنين، كي والو، دروك عجبك الحال، هو فرنسا وتي هنا، إيوا شنو راه نموت الحياة في الدنيا. الله يطول لي في العمر، وما حنا على فال. إيوا خوتي الدنيا والزمان هادو. إيوا كاع على كتاب، وما عرفنا شكون السابق، وربي بغاه قبل مني. كاينه لا سينيسيز المغرب غادي تعاونني ناخذ لانتريز هنا على حساب الهيه بلا ما نرفد هم وبلا ما نمشي للخارج زعما محقه من هادشي ما فيهاش المغرب داير اتفاقيه مع فرنسا كي كتسمعي ورانا ما معولاش على نسيب وولدك وبنتي يلاه يتكافاو مع راسهم والله يجعل البركه في لا سينيسيس ايوا انا على قلت لك غادي تعولي عليهم وما راه خاصهم اللي يدفع عليهم خوتي يا رقيه كون عهده الله قاسم كتب لبنيته شي حاجه نموت الحياه في الدنيا ميلودا نسي الجران ونسي الدفاع الراجل باقي يدردك المغرب دير اتفاقيه مع مجموعه ديال الدول بيناتها فرنسا بلجيكا هولندا اسبانيا المانيا البرتغال الدنمارك السويد كندا الكيبيك تونس وليبيا بمساعده لا سينيسيس تيمكن الارامي ديال العمال المغاربه المهاجرين لهاد البلدان واللي مخرطين في انظمه التقاعد تما ياخذوا معاش تقاعد هنا في المغرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزمون بحمايتكم